بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى قناتي. أنا أستاذة سورياني بنت محمد من مدرسة بوتراجايا الثانوية الوطنية ببرسيم 8-1. أيها الطلاب والطالبات الأعزاء، كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا في الصحة والعافية. اليوم سندرس اللغة العربية للسنة الخامسة في الوحدة الأولى تحت الموضة يوم التسجيل الجامعي. اليوم سنمارس مهارة الاستماع والكلام. قبل ذلك هيا نتعرف على معيار التعلم المطلوب في هذا اليوم. أولاً، أنتم تقدرون على نطق الأسماء والأفعال في الجمل المسموعة، وثانياً، أنتم تقدرون على تحديد الأسماء والأفعال في الجمل المسموعة. الآن هيا نستمع إلى الكلمات في الجمل الآتية. الجملة الأولى: الموظفون يستعدون لاستقبال الطلبة الجدد. الموظفون يستعدون لاستقبال الطلبة الجدد. الجملة الثانية: يسجل الطلبة في قسم القبول والتسجيل. يسجل الطلبة في قسم القبول والتسجيل. الجملة الثالثة: المسجل يتسلم الوثائق والشهادات. المسجل يتسلم الوثائق والشهادات. الجملة الرابعة: يرفق الطلبة الصور والشهادات الطبية. يرفق الطلبة الصور والشهادات الطبية. الجملة الخامسة: يواصل الطلبة دراستهم في الدبلوم والبكالوريوس. يواصل الطلبة دراستهم في الدبلوم والبكالوريوس. الجملة السادسة: يعطي المحاضر الاستمارات والنشرات. يعطي المحاضر الاستمارات والنشرات. الجملة السابعة: تعد الأم الاحتياجات لابنها في الجامعة. تعد الأم الاحتياجات لابنها في الجامعة. الجملة الثامنة: يدفع الآباء والأمهات الرسوم الدراسية. يدفع الآباء والأمهات الرسوم الدراسية. الجملة التاسعة: الطلبة يستفسرون الموظفة عن المنحة الدراسية. الطلبة يستفسرون الموظفة عن المنحة الدراسية. الجملة العاشرة: يتعارف الطلبة والمحاضرون في كلياتهم. يتعارف الطلبة والمحاضرون في كلياتهم. الجملة الحادية عشرة:
الطلبة يشتركون في أسبوع التعارف والتوجيه. الطلبة يشتركون في أسبوع التعارف والتوجيه. الجملة الثانية عشرة: يهتم الطلبة بالتعليمات الموجزة. يهتم الطلبة بالتعليمات الموجزة. الآن هيا نمارس النشاط. معي في هذا اليوم زهرة. تعالي إلى الأمام يا زهرة. طيب يا أستاذة. هل أنت مستعدة يا زهرة؟ نعم يا أستاذة. طيب استمعي إلى الجمل الآتية ثم حددي الأسماء والأفعال فيها. أولاً: يسجل الطلبة في قسم القبول والتسجيل. أوكي، طيب حددي الفعل والاسم في هذه الجملة. الفعل يسجل، الاسم الطلبة، القبول التسجيل. ممتازة يا زهرة، حسنتي. أوكي، طيب قسم، قسم أيضا من الأسماء. الآن استمعي إلى الجملة الثانية: يواصل الطلبة دراستهم في الدبلوم والبكالوريوس. الفعل هنا يواصل، والكلمات الأخرى هي الأسماء. صحيح أم لا يا أستاذة؟ أحسنت يا زهرة، لكن كلمة في هي الحرف. نعم يا أستاذة، نسيت. الآن استمعي إلى الجملة الثالثة: الطلبة يستفسرون الموظفة عن المنحة الدراسية. الفعل هنا يستفسرون، وأما الكلمات الأخرى كل من الأسماء إلا حرف جر أن. ما شاء الله، ممتازة أنت يا زهرة. أوكي، ممتازة، أحسنتي. شكرا يا أستاذة. أيها الطلاب والطالبات الأعزاء، فاكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنلتقي مرة أخرى. وأخيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة وإلى اللقاء. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لي لأستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مع السلامة وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.